معكم الشيخ عصام، مرحبا بكم. اليوم عندنا نكون واجه كتقولوا ما جا فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نصوبوا واحد العشاء بالماء الغاز ولا بالصوصيط ولا شنو كيسميه. كاين 6 كيلو ديال الماء الغاز، عندي 250 غرام ديال البطاطا، وعندي 250 غرام ديال البصله، عندي زويته بلديه، وعندي جوج ريوز ديال الثومه، شويه ديال الزعتر، ومليحه وبزار. كناخذوا ميه بارده، كناخذوا البطاطا ديالنا بما كطيب، من بعد ملي كتولي البصله ديالنا على هذا الشكل هكا ذهبي كنطفيو عليها كنهزوها. تقريبا راه قريب يوجد شي 5 دقائق هكا كنطفيو عليه بنفس الشكل. بعد ملي كيخرج من الفران كنحصل على الشكل هذا النهائي. اللهم بارك.